ما حكم الدين في زغاريد النساء في الأفراح؟ زغاريد النساء في الأفراح تعطى حكم صوت المرأة وغنائها، فإن كانت بنبرات عادية غير فاتنة فلا بأس بها، وبخاصة إذا كانت في محيط النساء لا تصل إلى الرجال الأجانب. أما إن كانت بنبرات فيها إثارة أو فتنة فالشرع لا يوافق عليها إذا وصل صوتها إلى الرجال الأجانب كما هو الغالب في أفراح اليوم. أما الغناء فقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم غناء الجواري في زواج الربيع بنت معوذ، ولم ينكر عليهن إلا قولهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، كما رواه البخاري. ولما زفت عائشة امرأة إلى رجل من الأنصار قال لها: يا عائشة، أما كان معكم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، رواه البخاري أيضا. وجاء في رواية لابن ماجة وهي ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد زفت يتيمة: إن الأنصار فيهم غزل، هلا بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم؟ والمقصود أنه لا مانع من الغناء في الأفراح إذا كانت الكلمات مؤدبة وكان الإلقاء غير مثير، مع الحفاظ على كل الآداب، والله أعلم.